الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل من محظور شرعي إذا قلت على بداية العام الجديد نجدد التوبة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز تعليق شيء من العبادات بزمن معين أو بمكان معين إلا وعلى هذا التعليق دليل من الشرع، فالأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد إلا ما خصه النص باعتقاد فضيلة خاصة. فإذا دل الدليل الشرعي على أن العبادة، على أن هذه العبادة المعينة يستحب فعلها ويزاد في استحبابها بمرور هذا الزمان المعين أو الوجود في هذا المكان المعين فلا حرج. وأما أن نخترع عبادات فنربطها بزمان لا دليل على ربطها به، أو نخترع لها مكانا لا دليل على ربطها به، فإن هذا من جملة البدع الوصفية ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن التوبة وظيفة العمر، وأنها واجبة إذا كان الإنسان مقترفا لشيء من الذنوب. فاعتقاد زيادة فضيلة للتوبة في انسلاخ العام أو ابتدائه هذا تعليق للعبادة بزمان دون زمان، واعتقاد فضيلة الله زائدا على فضيلتها في بقية الأزمنة الأخرى، وهذا الاعتقاد الزائد لا بد فيه من دليل. فلا حق لأحد أن يقيد فضيلة زائدة للتوبة في ابتداء العام أو انسلاخه إلا بدليل، ولا حق لأحد أن يقيد ذكرا في ابتداء العام أو انسلاخه إلا بدليل، ولا أن يقيد صلاة ولا أن يقيد صياما، كل هذه عبادات. فمن قال إن فعلها في هذا الزمان أفضل من غيره أو أن فعلها في هذا المكان أفضل من غيره فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، لأن الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على النص الصحيح الصريح، والله أعلم.